بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى صحابته والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. أما بعد، نكمل قراءة وشرح كتاب سنن الدارمي للإمام الحافظ الحجة أبي محمد عبد الله بن عبد الرحمن بن الفضل بن بهرام الدارمي رحمه الله، ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء سنته ومصنفاته في الدارين، آمين. بقية أبواب المقدمة، الباب 48، باب صيانة العلم. صيانة العلم يعني إيه؟ صيانة العلم يعني توقير العلم وحفظه من أن يكون سببا لجمع حطام الدنيا، فهمت؟ أدي معنى صيانة العلم، إنك أنت ما تتعلم العلم ما تجعلوش سبب لأنك تجمع به حطام الدنيا. عيب، عيب كده يا علماء، تتعلم علم الدين والقرآن والسنة علشان تاخد مناصب، عشان تاخد أموال، عشان الناس تخدمك وتقول عليك راجل صالح وتحمل متاعتك وتعطيك وتنفق عليك. ما ينفعش كده، عيب كده يا علماء. يبقى صيانة العلم من ايه؟ من ان يمتهن بان يكون حظ العالم من علمه ايه؟ طمع في دنيا، مال، منصب، جاه، اي حاجة، فهمت بقى ازاي؟ فكان العلماء يصونوا انفسهم حتى من الدخول على السلاطين، يخافوا، فهمت ازاي؟ حتى لا يظن بهم انهم يبحثون عن منصب او دنيا. باسنادنا المتصل عن مشايخنا جزاهم الله عنا خير للامام الدارمي في سننه الحديث 92 بعد 500، قال اخبرنا محمد بن سعيد قال حدثنا عبد السلام بن حرب عن عبد الاعلى عن الحسن اللي هو سيدنا الحسن البصري أنه دخل السوق فساوم رجلا بثوب، يعني بيتفق مع راجل على ثوب عايز يشتري، بكام الثوب ده؟ قال له بعشرة مثلا. قال له طب ينفع بتسعة؟ فهمت؟ ادي معنى المساومة، يعني يتفقوا على سعر يرضي الطرفين. فقال هو لك بكذا وكذا. لما عرف ان ده سيدنا الحسن البصري قال له انت ده انت ليك انت، انا ببيعه بعشرة هدوا لك انت بخمسة، ده انت على دماغنا، فهمت بقى ازاي؟ قال له هو لك بكذا وكذا، والله لو كان غيرك ما اعطيته بالسعر ده. فقال فعلتموها؟ فعلتموها يعني بقيتوا تحابون من اجل العلم وعايزين تدونا حظ بالدنيا، فعلتموها؟ فما رؤي بعدها مشتريا من السوق. خاف الاحسن اهل السوق عشان اشترى هو بالعلم ان اهل السوق يدوله بسعر خاص، يبقى هو بيستفيد من ايه؟ من علمه، فهمت بقى ازاي؟ فبقى يبعت ناس من بعيد يشتروا له وما يقولوش لد الحسن او لفلان عشان ياخد بسعر الجمهور، سعر عموم الناس، فهمت بقى ازاي؟ فما رؤي بعدها مشتريا من السوق ولا بائعا حتى لحق بالله عز وجل. وعن ابي قال اخبرنا الهيثم بن جميل عن حسام عن ابي معشر عن ابراهيم اللي هو ابراهيم النخعي أنه كان لا يشتري ممن يعرفه، كان لما ينزل السوق عايز يشتري يدور على واحد ما يكونش يعرفه علشان يديله يعامله معاملة سائر الناس، ما يعملوش معاملة خاصة، فاهم؟ وعن أبي قال أخبرنا محمد بن سعيد قال أنبأنا عبد السلام عن عبد الله بن الوليد المزني عن عبيد بن الحسن قال قسم مصعب بن الزبير مالا في قراء أهل الكوفة. مصعب بن الزبير أخو عبد الله بن الزبير اللي هو كان خليفة ايه بعد مقتل معاوية بن ابي سفيان، عين خليفة وبعدين ايه بعد كده على اليمن وعلى الحجاز وعلى العراق، فهمت؟ فبعت اخوه مصعب واليا على العراق، مصعب بن الزبير واليا على العراق من قبل عبد الله بن الزبير، كويس؟ والي العراق بيدي للقراء اللي هم اهل اللي قاعدين بيحفظوا الناس القران، بيبعت لهم فلوس اموال عشان ايه؟ ينفقوا منها يتفرغوا لتحفيظ الناس القران. قسم مصعب بن الزبير مالا في قراء اهل الكوفه
حين دخل شهر رمضان، فبعث إلى عبد الرحمن بن معقل ب2000 درهم، فقال له استعن بها في شهرك هذا، فردها عبد الرحمن بن معقل وقال لم نقرأ القرآن لهذا، يعني لهذه الأموال، من أجل إيه؟ أخذ هذه الأموال. يعني معناها إذا كنت أنت من أهل العلم وربنا غنيك من جهة أخرى فلا تتكسب بعلمك، فهمت؟ افرض ربنا كرمك وعندك أرض، عندك تجارة، عندك شيء بيدر عليك مبلغ يكفيك، خلاص ما تاخدش أجر، روح اخطب الجمعة وما تاخدش أجر، روح أنت إزاي درس للناس وما تاخدش أجر، لا تبحث عن أجر، فهمت بقى إزاي؟ لكن لو كان ما عندكش ما يغنيك يبقى خد بقدر ما يعطيك، فهمت؟ وتحاول تتحرى انك انت تغني نفسك بطريق غير طريق العلم، فهمت بقى ازاي؟ ادي عشان كده كثير من العلماء كانوا زمان تلاقي زي الامام ابو حنيفه كان تاجر، كان يتاجر وكان لا يتكسب من العلم، ولما عرض عليه منصب القضاء رفض عشان ما يجلوش اي راتب حتى من جهه ايه؟ من جهه العلم. فده كان ديدا علماء زمان. وعنه به قال اخبرنا محمد بن احمد بن ابي خلف قال حدثنا أنس بن عياض قال حدثني عبيد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عليه رضوان الله تعالى قال لعبد الله بن سلام رضي الله عنه من أرباب العلم، من أصحاب العلم الصحيح؟ قال الذين يعملون بما يعلمون. قال فما ينفي العلم من صدور الرجال؟ قال الطمع. الطمع بقى يجعل العلم اللي في، لأن المقصود بالعلم هنا مش المعلومات ولا الشهادات، العلم هو الخشية، معرفة الله. فأول ما تطمع خشية الله تروح من قلبك خلاص، فهمت؟ لأن الطمع يؤدي إلى الحرص، والحرص يؤدي إلى الذل لإيه؟ لأهل الأموال وأهل المناصب. وعشان كده كانوا يقولوا إيه؟ أذل الحرص أعناق الرجال. طول ما أنت حريص تبقى مذلول لما حرصت عليه، فهمت؟ فما ينفي العلم من صدور الرجال، يعني أثر العلم في صدور الرجال اللي هو العلم النافع، إنه يبقى مصحوب بالخشية ومراقبة الله عز وجل، هو ده العلم النافع، وليس العلم المصحوب بالكبر والغرور، ده يبقى علم حجاب، فهمت؟ قال الطمع. وعن أبي قال أخبرنا محمد بن أحمد قال حدثنا سفيان بن عيينة عن زيد عن عطاء قال ما أوى شيء إلى شيء أزين من حلم إلى علم. يعني أجمل حاجة أن يجتمع في الإنسان خصلة الحلم مع العلم، الحلم اللي هو عدم الغضب وطولة البال وسعة الصدر وتحمل الأذى وعدم الإساءة لمن يسيء إليك، أدي الحلم. فإذا اجتمعت هذه الأخلاق مع العلم يبقى نعمة. عشان كده خد بالك ان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأشج بن عبد القيس، قال له ايه؟ فيك خصلتان يحبهما الله ورسوله، الحلم والأناة. فاكرين انتوا الحديث ده في الصحيح؟ الحلم والأناة. وكمان في حديث تاني كنا قرأناه في ابن ماجه وقرأناه اظن في الترمذي، كان يقول ايه؟ الحلم والتؤدة والسمت الحسن من صفات النبوة، يعني من صفات الكمال، لان الانبياء دول كمل البشر، فهمت بقى ازاي؟ الحلم والتؤدة اللي هي الاناه، يعني عدم العجله والتسرع، فهمت ازاي؟ والحلم معناه الصبر على الاذى وعدم انفاذ الغضب، اللي يسموه المصريين ايه؟ طول بال، يقول لك طول بالك شويه، يعني احلم علي لما يلاقي واحد غضبان منه كده، طول بالك شويه ارجوك، يعني احلم، يبقى ايه؟ طولة البال بلغة المصريين، ايه؟ طولة البال. يبقى الحلم والأناة، الأناة عدم التسرع، وحسن السمت. حسن السمت يعني طريقة كلامك تبقى مؤدبة، طريقة مشيك تبقى لطيفة، لبسك يبقى جميل، يبقى طريقة أكلك حلوة، طريقة معيشتك كده جميلة على بعضك كده، اتيكيت يسموه الأداب، مؤدب يعني في أحواله كلها، فاهم؟ يبقى ايه؟ ثلاث حاجات لازم تاخد بالك منها تجمعها كده، الحلم والأناة وحسن السمت، فهمت ازاي؟ وعن أبي قال أخبرنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة
قال أنبأنا عاصم الأحول عن عامر الشعبي قال زين العلم حلم أهله، يعني زينة العلم إن يبقى إيه، لأن أنت لما تبقى عالم وهتعلم الناس لازم تصبر على جهلهم وتصبر على أسئلتهم وتصبر على إيه، على مخالفتهم لك أحيانا في الرأي، ولازم العالم كمان يصبر على مخالفة العالم زيه له في رأيه فيصبر عليه ويحاوره أو يعذره أو يستفيد منه، فهمت ازاي؟ انما ما يبقاش متعصب لرايه، واول ما يجي حد يناقشه يعلي صوته وبعد شويه يقلع الجزمه ويحطها له على ايه؟ على الترابيزه، زي ما شفنا في برامج التوك شو، واخد بالك؟ ما ينفعش كده، او يمسك المكتب كده ويروح قلبه على اللي قدامه. كده ما ينفع، ده جهل بقى، هو ده الجهل بقى بعينه، فهمت؟ وعن ابي قال اخبرنا يعقوب بن ابراهيم قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا زمع بن صالح عن سلمة بن وهرام عن طاووس قال ما حمل العلم في مثل جراب حلم، يعني لازم تحط علمك في حلمك، يعني في طولة بال، علشان اولا تعمل بيه وتصبر على تعليم غيرك، فهمت ازاي؟ وتصبر على جهل الجاهل. شوف النبي كان حياته ازاي صلى الله عليه وسلم، تعرف اعلم الخلق كان احلم الخلق صلى الله عليه وسلم، شوف أعلم الخلق اللي هو النبي، وكان هو أيضا أحلم الخلق، بل كان حلمه يزداد كلما جهل الجاهل، فهمت ازاي؟ مش يستنفذ، لا، ده كان حلم النبي كلما جهل جاهل يزداد حلما صلى الله عليه وسلم. وعن أبي قال أخبرنا محمد بن حميد قال حدثنا جرير عن ابن شبرمة عن الشعبي قال زين العلم حلم أهله. وعن أبي قال أخبرنا الحكم بن المبارك قال أنبأنا مطرف بن مازن عن يعلى بن مقسم عن وهب بن منبه قال إن الحكمة تسكن القلب الوادع الساكن، يعني الهادئ، طول ما قلبك هادئ وفي سكون يبقى فكرك متزن، حكمك على الأمور صحيح، تبقى حكيم. إنما ما يبقى القلب مشوش ومضطرب والعقل مشوش هيبقى حكمك على الأشياء خطأ، يبقى ما فيش حكمة، فهمت؟ فالحكمة اللي هي ايه؟ تقدير الامور صحيحة بطريقة صحيحة، دي الحكمة، انك تقدر الامور بطريقة صحيحة فتستنتج منها النتائج الصحيحة التي لا تندم بعدها، فهمت؟ ادي الحكمة. الحكمة ما تكونش الا في قلب ايه؟ ساكن. وعشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ لا تغضب، وقال للقاضي لا تحكم وانت غضبان، فهمت ازاي؟ لانه قلبه غير ساكن، فما ينفعش. ان الحكمة تسكن القلب الوادع الساكن. وعن أبي قال أخبرنا محمد بن أحمد قال سمعت سفيان يقول قال عبيد الله شنتم العلم وأذهبتم نوره، شنتم يعني عبتم، عيبتم العلم، يعني شنتم العلم، شان الشيء يعني عابه، شنتم العلم وأذهبتم نوره، ونور العلم اللي هو إيه؟ اللي هو حسن الفهم، واخد بالك، مع الخشوع. ولو أدركني وإياكم عمر رضوان الله عليه لأوجعنا، ده بيقول كده لزمايله العلماء، بيقول له لو كان شافنا سيدنا عمر بن الخطاب لكان ضربنا بالدرع، لأن احنا عيبنا العلم. وعن أبي قال أخبرنا شهاب بن عبيد ابن عباد خبرنا شهاب بن عباد قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أمي المرادي قال قال علي رضوان الله عليه وكرم الله عليه السلام تعلموا العلم فإذا علمتموه فاكظموا عليه، يعني حافظوا عليه، اكظموا عليه يعني ايه؟ يعني حافظوا عليه، ولا تشوبوه بضحك، وما تبقاش بقى ايه مهزار كده طول ما انت قاعد ايه تقول نكت وتضحك وتلعب، يقوم الناس ايه يستهزئوا بيك، فايه فلا يستفيدوا بعلمك. فاكظموا عليه ولا تشوبوه بضحك، يعني هزل، ولا بلعب، فتمجه القلوب، تقوم قلبك بعد كده يرفض الخشوع، لان كثرة الضحك تميت ايه؟ تميت القلب، يعني تميت الخشوع في القلب. وعن ابي قال اخبرنا محمد بن حميد قال حدثنا جرير عن الفضيل بن غزوان عن علي بن حسين رحمه الله اللي هو ايه؟ سيدنا علي زين العابدين، قال من ضحك ضحكة مج مجة من العلم،
وعن أبي قال أخبرنا محمد بن يوسف عن سفيان أن عمر رضي الله عنه قال لكعب: من أرباب العلم؟ قال: الذين يعملون بما يعلمون. قال: فما أخرج العلم من قلوب العلماء؟ قال: الطمع. وعن أبي قال أخبرنا محمد بن حميد قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا عبد الله بن الوليد عن عمر بن أيوب عن أبي إياس قال: كنت نازلا على عمرو بن النعمان فأتاه رسول مصعب بن الزبير حين حضره رمضان بألفي درهم، فقال: إن الأمير يقرئك السلام، وقال: إنا لم ندع قارئا شريفا إلا وقد وصل إليه منا معروف، فاستعن بهذين على نفقة شهرك هذا. فقال: أقر الأمير السلام وقل له: إن والله ما قرأنا القرآن نريد به الدنيا ودرهمها. ده مين بقى؟ ده هنا مين؟ هنا عمرو ابن النعمان، والتاني برضو مع مصعب الأولاني كان مين؟ عبد الرحمن ابن معقل. يعني دليل انها تكررت مع عدة ايه؟ عدة ايه؟ قراء من اهل العلم. في بعض الروايات قايله كده ده تحريف، هو محمد. وانتوا عارفين الاعمش من رجال البخاري، سليمان بن مهران، كان معروف انه مضيق عليه وفقير الحال، فارسل اليه احد الحكام في عصره بايه؟ بمبلغ وورقة وقلم، وقال له ايه؟ اداله مبلغ ضخم يعني، ورقة وقلم، قال: اكتب لي فيها من العلم شيء. فراح واخد المبلغ وكتب له الفتحة، فتحة الكتاب كل الناس حافظة، وبعدين بعتها له. قال: أو تظن أن لا نعلم الفاتحة؟ احنا نريد العلم. قال: وأنا لا أبتغي بالعلم مبلغا ولا مالا، إن أردت العلم فأتي أنت هنا تتعلم. فهمت؟ بس خد المبلغ. لكن ما ادالوش إيه رغبته، علشان يعرفه إن لأنه كان فقير، كان إيه حاله ضيق. لكن ما خدوش مقابل إنه يعلمه، خدت بالك؟ خدوا مقابل إنه محتاج، وده كان والي، والوالي المفروض يقضي مصالح رعيته، فهو من ضمن الرعية. فراح واخد المبلغ وراح كتب له الفتح، فاتحة الكتاب. دي من لطائف العلماء يعني. باب السنة قاضية على كتاب الله تعالى. كان سيدنا احمد بن حنبل ما يحبش الكلمة دي، كلمة السنة قاضية على كتاب الله، دي كلمة قاسية شوية يعني، لانه كان لا يرى نسخ الكتاب بالسنة، وكذا الامام الشافعي لا يرى نسخ الكتاب بالسنة، فكان ما يحبوش العنوان ده، سيدنا احمد بن حنبل والامام الشافعي. كانوا يقول لك مثلا السنة مثلا حجة، واخد بالك، وخلاص يقولوا على حجية السنة. لكن اللي قال قاضية يقصد معنى ايه؟ مش بمعنى النسخ، بمعنى ازالة حكم القرآن، ويجيء بمعنى جديد، لان النسخ في تعريفه اختلف العلماء فيه عصور طويلة، يعني لدرجة ان جعلوا من ضمن انواع النسخ تقييد ايه؟ تقييد المطلق وتخصيص العام، ده نوع من انواع النسخ، فهمت ازاي؟ لكن النسخ بعد كده معناه ابدال حكم بحكم. لما استقر الامر على هذا التعريف العلماء قال لك لا، عمر ما السنه ابدلت حكما قرانيا بحكم منفصل، ما حصلش. لكن السنه بينت مجمل القران او قيدت عمومه، واخد بالك، مطلقه، او مثلا خصصت عمومه، تقييد العموم وتخصيص المطلق، فهمت بقى ازاي؟ يبقى السنه هنا قاضيه على القران، يعني مبينه، فهمت ازاي؟ مبينه لمجمله ومقيده لمطلقه ومخصصه لعمومه. ده يبقى كده كل العلماء متفقين على هذا المعنى. انما لو قلنا قاضيه يعني تلغي حكم القران من الاصل وتاتي بحكم جديد، لا، ما حصلش. وطبعا دي فيها مناقشه كبيره بين علماء الاصول بقى،
يخشوا في ايه؟ في مشاكل دي. لكن الامام الشافعي قال لك ايه؟ ربنا بيقول ما ننسخ من آية او ننسيها نأتي بخير منها او مثلها، فطالما او مثلها يبقى لابد تبقى قرآن زيها. فهمت ازاي؟ فعلشان كده الامام الشافعي ذهب الى ان السنة لا تنسخ القرآن، بمعنى لا تزيل الحكم بالكلية، ولكنها تبين حكما اجمل في القرآن. زي الزكاة، ربنا قال اتوا الزكاة، طب هل نصاب الاموال بتاعت الواجب فيها الزكاة والنصاب ومصارف الزكاة وكيفية انفاقها والاقدار المقدرات دي كلها دي عرفناها منين؟ من السنة. وكذلك اقيموا الصلاة، هل عرفنا في القرآن ان المغرب 3 ركعات ولا الصبح 2 ركعات؟ يبقى السنة تبين المجمل. فهمت بقى ازاي؟ انزلنا اليك الكتاب لتبين للناس ما نزل اليهم. يبقى قضية هنا بمعنى ايه؟ بيان المجمل، وكذلك تقييد المطلق، وكذلك تخصيص العموم، عشان يبقى ايه المعنى موافق لجميع العلماء. فهمت ازاي؟ وما نزعلش الامام احمد بن حنبل ولا الامام الشافعي. واخد بالك ازاي؟ لان قضيه هنا بمعنى هي هل معنى ناسخه بالكليه؟ لا، مش معنى كده، ما يقصدش كده. وعنه به قال اخبرنا اسد بن موسى قال حدثنا معاويه قال حدثنا الحسن بن جابر عن المقدام بن معدي كرب الكندي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم أشياء يوم خيبر، يعني حرم أشياء في السنة لم تأتي ذكرها في القرآن. كويس؟ لأن ربنا قال وحرم عليكم الخبائث، ده مطلق، فبين من الخبائث الحمر الأهلية. فهمت ازاي؟ وكل ذي ناب. فهمت ازاي؟ كل الحاجات دي ايه؟ وكل ذي مخلب اللي هي الجوارح من الطيور، كل دي ما بينها السنة. فهمت بقى ازاي؟ وبالتالي السنة تبين ما اجمل من القرآن. ماشي. ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم اشياء يوم خيبر، الحمار وغيره، حرم الحمار اللي هي الحمر الاهلية اكل الحمر، وغيره زي زواج المتعة. ثم قال صلى الله عليه وسلم لا يوشك الرجل متكئا على أريكته، يعني قاعد مستريح كده مرفه، يحدث بحديثي فيقول بيننا وبينكم كتاب الله، ما وجدنا فيه من حلال استحللناه، وما وجدنا فيه من حرام حرمناه، ألا وإنما حرم رسول الله فهو مثل ما حرم الله تعالى. وده بيكلم مين؟ القرآنيين اللي بيقول لك ايه؟ عدم حجية السنة. يبقى النبي توقع ظهورهم. فهمت ازاي؟ وده من علامات نبوته صلى الله عليه وسلم. وعن أبي قال اخبرنا محمد بن عيينة عن ابي اسحاق الفزاري عن الاوزعي عن يحيى بن ابي كثير قال السنة قاضية على القرآن وليس القرآن بقاض على السنة، يعني السنة مبينة للقرآن وليس القرآن مبين للسنة، لأن السنة وظيفتها بيان ما في القرآن. فهمت بقى؟ وعنه به قال أخبرنا محمد بن كثير عن الأوزعي عن حسان قال كان جبريل عليه السلام ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم بالسنة كما ينزل عليه بالقرآن، دل على أن السنة وحي أيضا. وعنه به قال أخبرنا محمد بن كثير عن الأوزعي عن مكحول قال السنة سنتان، سنة الأخذ بها فريضة وتركها كفر، اللي هي السنة الواجبة، وسنة الأخذ بها فضيلة وتركها إلى غير حرج، اللي هي السنة المستحبة. وعن أبي قال أخبرنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن سلمة عن يعلى بن حكيم عن سعيد بن جبير أنه حدث يوما بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال رجل في كتاب الله ما يخالف هذا، بيعترض عليه يعني، في كتاب الله ما يخالف هذا، قال لا أراني أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعرض فيه بكتاب الله، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم بكتاب الله تعالى منك. يبقى ما فيش معارضة بين السنة والقرآن إلا في ذهن الجاهل، إلا في ذهن الجاهل. فهم؟ لابد يتعلم، فإذا تعلم لا يجد هناك أي معارضة. باب تأويل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني بيان معناه، تأويل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وعنه به قال أخبرنا نعيم بن حماد قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن ابن عجلان عن عون بن عبد الله عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال إذا حدثتم بالحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فظنوا به الذي هو أهيأ، يعني أنسب، لازم تحمل كلام النبي على أنسب معاني، فظنوا به الذي هو أهيأ والذي هو أهدى، لأن كلام النبي هداية، والذي هو أتقى، يعني أتقى من المخالفة، يعني تتقي فيه مخالفة ما أراد النبي أو مخالفة ما جاء في القرآن من كلام النبي، لأن كلام النبي لا يخالف القرآن، فلا بد أن توفق، تتعلم حاجة اسمها التوفيق بين الأدلة، إزاي تعمل بالدليلين اللي هو في ظاهره هي تعارض، كيف توفق، وده علم كبير لا تستطيع أن تتعلمه إلا لما تجلس مع العلماء سنوات حتى تعرف إزاي توفق بين الأدلة اللي في ظاهرها تعارض، فهمت؟ وعن أبي قال أخبرنا أبو نعيم قال حدثنا مسعر عن عمرو بن مرة عن أبي البختري عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي رضي الله عنه قال إذا حدثتم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فظنوا به الذي هو أهدى والذي هو أتقى والذي هو أهيى. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل أحدكم الجنة بعمله، والله يقول ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. لا ازاي؟ فهمت؟ يوم يجي في ذهنك الجاهل في تعارض، يوم ايه؟ يبقى نفهم بجمع بين الدليلين ازاي؟ مطلق الدخول محتاج الرحمة، لكن النعيم في الجنة بالعمل. ادخلوا الجنة وتمتعوا بما كنتم تعملون من طاعات. فهمت؟ والنبي يقول لا يدخل احدكم الجنة بعمله، يعني لا يدخل مطلق الدخول، مجرد الدخول نفسه. يبقى ما فيش تعارض، مع ان الجاهل يقول لك شوف حديث ضعيف يعارض صريح القرآن. انت اللي ضعيف الفهم وسقيم الفهم يا ضعيف. اقعد شوية واهدى. فهمت؟ ولنا يبدو ان هي اذا حدثتم التشكيل ده شكله ادق شوية. اذا حدثتم بالحديث عن رسول الله. ما هو حدثتم وما حدثتم تمشي مع نفس المعنى واحد. تمشي في المعنى واحد، يعني اما حدثت انت او انت حدثت، المهم تحمل حديث النبي على طريقة تكون ليس فيها تعارض مع باقي الأدلة. وعن أبي قال اخبرنا ابو معمر اسماعيل بن ابراهيم عن صالح ابن عمر عن عاصم بن كليب عن ابي عن ابي هريرة رضي الله عنه قال كان اذا حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، مقعده من النار. سيدنا ابو هريره لانه اكثر الحديث فابتدى الناس تنتقده، يقول لك ايه ده؟ طول ما هو قال رسول الله، قال رسول، ايه ده؟ ايه ده؟ كلام كتير قوي. يوم هو كان ينهي بقى حديثه يقول لهم ايه؟ النبي بيقول من كذب علي متعمدا، يعني انا فاكر وعارف انا لا اكذب، كل اللي بقوله ده صح، فهمت؟ علشان يبرئ نفسه عم ايه امام من اعترض عليه بكثرة حديثي على النبي، فهمت؟ فكان ابن عباس اذا حدث قال اذا سمعتموني احدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم تجدوه في كتاب الله او حسنا عند الناس، يعني عند العلماء، فاعلموا اني قد كذبت عليه، يعني اخطأت، كذبت يعني اخطأت، يعني لا، يعني لما تجد اي حديث فيه مناقضة لكتاب الله عند جميع العلماء فاعلم ان دي من علامات ضعفه. فهمت ازاي؟ بس يكون عند جميع العلماء مش عند المفكرين بتوع اليومين دول او المثقفين اللي ما تعلم، لا لازم جميع العلماء يقول لك اه فيه اشكال فيسموه حديث شاذ خالف ما هو اصح منهم. فهمت بقى ازاي؟ بس لا لازم يكون ايه، يكون بايه، باجماع العلماء، لكن لو في حد عرف يوفق بين الاثنين خلاص اتحلت المشكلة، والعمل بالدليلين أولى من إهمال أحدهما. وعن أبي قال أخبرنا عبد الله بن عمران قال حدثنا سفيان بن عيينة عن سليمان الأحول عن عكرمة قال إن أزهد الناس في عالم أهله. تملي كده، لأن طبعا أهلك إيه شايفينك طول النهار قاعد معاهم في البيت وبتاكل وتشرب وتنام، شايفينك إنسان عادي طبيعي، لما يجوا يحتاجوا يسألوا حد يروحوا لبعض تلامذتك يسألوه وما يسألوكش انت، زي أم الإمام أبو حنيفة لما كانت تحب تسأل مسألة فقهية ما تروحش لأبو حنيفة، تروح لأبي يوسف، أبو يوسف ده تلميذه.
لكن تروح تسمع تسال ابوي ما تسالش على ابو حنيفه، لا اصل ابنها ده اللي رضعته، ده مش معقول يبقى عارف يعني. فتروح لايه؟ لتلميذه. تملي الناس كده، تلاقي ازهد الناس في العالم هم اقرب الناس اليه، زوجته، اولاده، جيرانه. وعشان كده المصريين يقول لك ايه، مطرب الحي لا يطرب. احنا كان عندنا في بلدنا في الارياف زمان واحد صوته من اجمل الاصوات في القران، وما فيش ميتم في بلدنا يجيبوه ابدا ابدا، يجيبوا اصوات اقبح منه البلاد التانية، وهو يروح يقرا في البلاد التانية لانه ده ابن البلد بقى، مش معقول يعني، واخد بالك، شبعانين منه. فتملي مطرب الحي لا يطرب. فنكتفي بهذا القدر، نكمل غدا ان شاء الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. ان الله وملائكته يصلون على النبي، يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الامي وعلى اله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الامي وعلى اله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الامي وعلى اله وسلم. عدد خلقك ورضا نفسك وزينة عرشك ومداد كلماتك وكما تحب وترضى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.